16 أونصة زائد 3 أنصاف لتر زائد 4 أرباع جالون تساوي كم جالون؟ الآن الشيء غير المألوف بالنسبة لنا هنا هو 16 أونصة. لقد رأينا وقية سابقا لكن ليس الأونصة، وحتى تكون الأمور مربكة قليلا إنهما في الواقع شيئان مختلفان كثيرا. الأونصة عبارة عن وحدة لقياس الحجم، الأونصة تقيس الحجم مثل الأكواب وأنصاف اللتر وأرباع الجالون والجالون، بينما الوقية تقيس الوزن. نوقية تقيس الوزن، وربما أن هذا ما يجعلها مربكة أو لربما أقل إرباكا، لكنه يحدث أيضا أن الأونصة من الماء على درجة حرارة وضغط طبيعيين تزن أكثر بقليل من الأوقية، ولهذا السبب هما قريبان. أونصة ماء لا تختلف كثيرا بالوزن عن الأوقية، لكنهما في الأساس أشياء مختلفة، هذا حجم وهذا وزن. الآن الأونصة يوجد العديد من الطرق يمكنك أن تحل بها. الأولى هي أن لديك 8 أونصة لكل كوب، 8 أونصة لكل كوب، أو بما أن لدينا كوبان لكل نصف لتر فأيضا يكون لدينا 16 أونصة لكل نصف لتر، 16 أونصة لكل نصف لتر. يمكنك أن تأخذ أي طريقة، أو يمكنك أن تقول أن لديك 32 أونصة لكل ربع جالون، أو يمكنك أن تضرب ذلك بأربعة وهذا كم أونصة لدينا لكل جالون. الأوقية وهي وحدة لقياس الوزن، 16 أوقية لكل رطل، هذه تساوي 16 أوقية لكل رطل. وبما أنني أخبرتك أن الأونصة أكبر بقليل من الأوقية فيمكنك أن تجد ذلك. نصف لتر من الماء بدرجة حرارة وضغط طبيعيين، وكل ذلك سيزن أكثر بقليل. رطل تقريبا أو في الواقع أكثر بقليل من الرطل، لكنه يساوي رطل تقريبا، ربما أن هذا الشيء يجعل الأمور أبسط أو أكثر صعوبة. الآن دعونا نعالج المسألة. لدينا 16 أونصة، لقد أخبرتكم أنه يوجد 16 أونصة لكل نصف لتر. 16 أونصة، دعوني أكتب هنا 16 أونصة ضرب 16 أونصة ضرب ضرب. الآن نريد الأونصة أن تحذف، إذن نريد أن تكون الأونصة في المقام، الضرب أونصة في المقام. الآن كم أونصة موجودة في كل نصف لتر؟ نريد أن تكون نصف لتر في البسط لكي تحذف هذا وذلك. لقد رأينا هذا، إنها 16 أونصة لكل نصف لتر، أو 1 على 16 نصف لتر لكل أونصة، بل بأي طريقة كانت، لكننا نرى أن هذا وهذا يحذفان، و16 على 16 لأن 16 ضرب 1 تقسيم 16 يساوي 1، إذن هذا يساوي 1 نصف لتر. 16 أونصة، إذا كان لدينا 16 أونصة هنا فإنها تعادل نصف لتر واحد هنا، إذن لدينا نصف لتر واحد زائد 3 أنصاف لتر أخرى، فإذا أردنا أن نجمع كل هذا الجزء هنا، واحد نصف لتر زائد 3 أنصاف لتر يساوي 4 أنصاف لتر، 4 أنصاف لتر. الآن لدينا 4 أنصاف لتر، دعونا نحولهم إلى أرباع جالون، 4 أنصاف لتر. نحن نعلم الآن أنه يوجد نصف لتر لكل ربع جالون، أو يمكننا أن نعتبره بهذه الطريقة، نريد أن نحذف النصف اللتر، أو أن ربع جالون واحد يعادل نصف لتر، أو نص ربع جالون على نصف لتر، وقد كتبناه بهذه الطريقة بدلا من نصف، لأننا أردنا أن يكون ربع الجالون في البسط ونصف اللتر في المقام، لذا يتم حذف هذا وهذا وذلك، وهذا منطقي. إذا كنت تحول وحدة صغرى إلى وحدة أكبر فسوف تحصل على العديد منهم، إذا نقسم على 2، 4 ضرب نصف أو 4 تقسيم 2 يساوي ربع جالون.
وكل هذه القطع الموجودة هنا 4 أنصاف اللتر، هذه تساوي ربع جالون، ذلك ربع جالون. ويمكنك تصورها، 2 من هذه المكونات يكون ربع جالون واحد، إذن 4 منهم يصنعون ربع جالون، إذن لدينا ربع جالون هنا زائد 4 أرباع جالون أخرى، إذن هذه الكمية كلها المكونة من ربع جالون زائد 4 أرباع جالون تساوي 6 أرباع جالون. إذن الكمية الإجمالية هي 6 أرباع جالون، وعلينا أن نحولها إلى جالون. دعوني أكتبها هنا، لدينا 6 أرباع جالون ونريد أن نحولها إلى جالون. نريد أن تكون الجالون في البسط، ونريد أن يكون ربع الجالون في المقام. إذن يتم حذف هذا مع ربع الجالون هذا عندما نضربهم. وكم ربع جالون يوجد في الجالون؟ أو أن 1 جالون يساوي 4 أرباع جالون. يمكننا أن نضرب الآن، تحذف ربع الجالون هذه، لدينا 6 ضرب ربع، وهذا يساوي 6 على 4 جالون. والآن يمكننا أن نبسطه، يمكننا أن نقسم البسط والمقام على 2، إذن هذا يعادل 3 على 2 جالون. إذن 3 على 2 ستكون إجابة مقبولة هنا، هذا يساوي 3 على 2 جالون. إذا أردتم أن تكتبوه بصورة عدد مركب، فإن 3 تقسيم 2 يساوي 1 والباقي 1، إذن يساوي 1.5 جالون، أي إجابة ستكون مقبولة.